طيب قولي ازاي بدأت مشوارك مع الرياضة، ومش هقولك ليه اخترت السلاح، معروف بقى ليه اخترت السلاح، بس مشوارك مع الرياضة بدأ وانت عندك كام سنة تقريبا وفي نادي ايه انا وكده؟ من كنت بلعب باسم نادي طنطا وانا صغير. انا اصلا من طنطا وطول حياتي من احسن طنطا ناس. وطول حياتي بتمرن في طنطا. تمام. احنا بنتمرن، كنت بلعب باسم نادي طنطا لغايه مثلا 10 سنين او 11 سنه. بعد كده بدات العب باسم نادي المؤسسه العسكريه. بنتمرن في طنطا. يعني احنا نعتبر الحمد لله عندنا اقوى عدد من اللعيبه في مصر في الايبي اللي هو تخصص السلاح اللي انا بلعبه. بدات العب سلاح من وانا مثلا اخد الموضوع بشكل جد من 6 7 سنين كده. تمام، 6 7 سنين. يعني قبل كده كان الموضوع بس هاوي يعني. ده اللي انا كنت بقول لحضرتك. يعني حضرتك سالتيني بطل العالم بياخد اعداد قد ايه. انا مثلا قعدت من بدات سلاح مثلا 6 سنين، لعبت اول بطوله وانا عندي 12 سنه. فكنت 6 سنين بروح اتعلم اساسيات، تمام. ست سنين بروح التمرين اتعلم ولعبتكم صعبة صعبة ومحتاجة مثابرة، ولا مش لعبة سهلة خالص. محتاج صبر، محتاج صبر كتير. دلوقتي انا بشوف اللعيبه اللي لسه بادئ مثلا سلاح، لسه داخل الصاله مثلا من كام يوم، الاقيه لابس البدله ونزل لعب بطوله ويخسر على النتيجه. ازاي يخسر؟ الموضوع محتاج صبر يا جماعه، الموضوع طبعا. محتاج صبر ولسه هتعدي في مواقف صعبه.